السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم حبايبي طلاب وطالبات الصف الخامس الابتدائي. النهاردة إن شاء الله معنا درس جديد اسمه شتاء دافئ وجميل. أحب الصيف وأنتظر الإجازة الصيفية، إلا أن شتاء هذا العام كان مختلفا كليا، فقد كان شتاء دفء وجمال. وقد دعاني صديق عثمان لأسافر معه في إجازة الشتاء لزيارة جده بالنوبة، ففرحت كثيرا بهذه الدعوة ووافق والدي. وعند وصولنا كان علينا أن نركب مركبا صغيرا لنصل به إلى المنزل، فشاهدت منازل تجذب الانتباه، ورغم بساطتها وأن معظمها مكون من طابق واحد فإنها تختطف بصرك بألوانها الزاهية وزخرفاتها المميزة، وهي تجمع رسومات من عصور قديمة متنوعة. أحب هنا طبعا فعل مضارع، بقول أنا بحب الصيف، أنتظر برضو فعل مضارع، بنتظر أجازة الصيف خلاص. إلا إن الشتاء العام ده هو اللي كان مختلف، كان شتاء دفء وجمال، لأن صديق عثمان دعاني وعزمني إن أنا أقضي الشتاء عنده عند جده في النوبة، ففرحت بالدعوة دي جدا ووافق بابايا، وفعلا رحنا وركبنا مركب صغيرة ومشينا بيها عشان نروح بيها للمنزل. وكنت شايف البيوت بالرغم إن هي دور واحد بس، إلا إن هي كانت مميزة جدا بالألوان والنقوش اللي مرسومة بيها. وفي طريقنا النيلي مررنا بمتحف أبي سنبل، وكنت أحب أن أنزل وأدخله، لكن صديقي قال إنه سيصطحبني عدم في جولة لنرى معالمه لأن الوقت لن يكفي. ومررنا أيضا بآثار عديدة تشعر من جمالها ودفء ملامح أنك تحلم. وما إن وصلنا إلى المنزل حتى وجدنا الأسرة كلها في انتظارنا واستقبلتنا بحفاوة وترحاب، فأهل البلد معروفون بالكرم وما يجعلك تستأنس جوارهم وصداقتهم. يعني وهم في الطريق وركبين المركب شافوا متحف أبي سمبل، وهو طلب من صديقه ان هم ينزلوا يشوفوه، لكن صديقه قال له الوقت مش كافي وهم مستنينا في البيت، وان شاء الله بكرة نبقى نيجي نتفرج وندخله. لكنني لم افهم قليلا من كلامهم، والمضحك في الامر ان جد عثمان ظل يقول لي رايجري رايجري، فهمس لي صديقي قائلا يا مهند إنه يسألك عن حالك. وبعد قليل أحضرت والدته الطعام، وقد كان شهيا رغم عدم معرفتي بالأصناف، لكن صديقي أخبرني بأننا تناولنا ويكا وكاشد وعيش الدوكا، وهي من أشهر الأكلات لديهم. يبقى ولا كان فاهم كلامهم ولا كان عارف الأكلات اللي موجودة. دخلنا غرفته فرأيت منظرا كنت أخشى، يعني أخاف أن أغمض عيني وأن أفتحهما، فقد وجدت بالغرفة مساحا، فأردت الخروج هاربا، لكن صديقي قال لي وهو يضحك لا تخف، واقترب وأمسكه بيدي وقال إن تربية التماسيح إرث من الأجداد لدينا، ورث يعني بنتورثوه، وإن لديهم قرية اسمها غرب سهيل تشتهر بذلك بتربية التماسيح يا حبيبي. وما إن انتهت رحلتي حتى شعرت بالفخر لأن هذا البلد الجميل جزء من بلدي العظيم. يلا بينا نقرأ المفردات الكلمة والمعنى. تجذب تشد أو تلفت، زخرفتها زينتها، أود أحب أتمنى، معالمه أثاره المميزة، ترحاب حسن استقبال، همس تكلم بصوت منخفض، تختطف بصرك المراد تبهرك، عصور أزمنة، يصطحبني يرافقني ملامحها شكلها، تستأنس ترتاح إليه النفس، أخشى أخاف بشدة، الزاهية اللامعة البراقة، مررنا مضينا جولة زيارة، حفاوة مبالغة في الإكرام، جوارهم قربهم إرث ميراث. الكلمة والمضاد. دفء برودة، وصولنا مغادرتنا، الزاهية الباهتة، استقبلتنا ودعتنا، تستأنس تستوحش، هاربا ثابتا مواجها، جمال قبح، تجذب تفلت أو ترخي، أود أكره، حفاوة إهمال، همس صرخ أمسكه أفلته، أسافر أقيم، بساطة تعقيد، مرورنا توقفنا، الكرم البخل، أخشى آمن الفخر الجري. أما المفرد الجمع، العام الأعوام، طابق طوابق، حال أحوال، مركب مراكب، زخرفة زخارف، قرية قرى، المنزل المنازل، متحف متاحف، جزء أجزاء. الجمع والمفرد، ألوان لون، معالم معلم، الأصناف الصنف، رسومات رسوم، أثار أثر، الأكلات الأكلة، عصور عصر، ملامح ملمح أو لمحة،
الأجداد الجد. هنحل تدريبات درس النهاردة. أول سؤال بيقول اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. دعا عثمان صديقه مهند لزيارة الأقصر ولا النوبة ولا قنا ولا غرب سهيل؟ النوبة. برافو عليه. يحتاج الوصول إلى منزل جد عثمان ركوب إيه؟ أيوة ركوب مركب. تتميز بيوت النوبة بالإيه؟ بالبساطة. شعر مهند بالأنس في النوبة ها؟ لكرم أهلها. عبارة كنت أخشى أن أغمض عيني أو أفتحهما تدل على الخوف. من إرث الأجداد في النوبة تربية التماسيح. السؤال الثاني، ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة. يتميز فصل الشتاء في النوبة بالدفء. صح. كلمة رايجري بالنوبية تعني ما اسمك؟ غلط. زار مهند متحف أبي سنبل في طريقه لبيت جد عثمان؟ غلط، هو شافه بس لكن ما دخلش زاره. أحب مهند طعام النوبة؟ طبعا. تحافظ أسرة عثمان على العادات والتقاليد؟ طبعا. بكده حبايبي يبقى خلصنا درس النهاردة. شتاء دافئ وجميل، أتمنى يكون سهل وبسيط. كانت معكم أستاذة نرمين النجار من قناة بديل الدرس.